بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الديفلوبمنت اوف ذا هارت هو الديفلوبمنت اوف ذا اتريا. الهارت المقصود بيه هنا هو الهارت تيوب اللي تحولت الى الكاردياك لوب، وشفنا ان كان لها فيها اربع اكسبانشنز. الاكسبانشن الاول اللي كان اسمه الساينس فينوزس، احنا في المحاضرة اللي فاتت تتبعنا مصير الديفرنت بارتس اللي كانت بتكونه ودورها في تكوين الديفرنت ستراكشرز اللي ريليتد للرايت اتريوم. طيب التو اتريا هيتكونوا ازاي؟ ده الموضوع التاني. هيتكونوا من البريميتيف اتريال تشامبر، من البريميتيف اتريال اللي هي السكند اكسبانشن اللي مباشره قاعد كرينيال للساينس فينوزا. اتكون ازاي؟ اتكونت ازاي الاتريا؟ التو اتريا اتكونوا من خلال ظهور الانتر اتريال سبتم اللي خرج من تلات اماكن. مين هما التلاتة؟ ظهور الانتر اتريال سبتم حتما لازم ينقسم الكافيتي اوف ذا بريميتيف اتريا اتريوم الى تو هافز او تو بارتس. طب الانتر اتريال سيبتم ده ظهر ازاي؟ ظهر من 3 سورسز. السورس الاول اسمه اتريو فينتريكولار كانال، السورس الثاني هو الحاجز الاولي اللي اسمه سيبتم بريمم، السورس الثالث هو حاجز ثانوي اسمه سيبتم سيكندم. ديت التلاتة ستراكشرز اللي لما يظهرهم ويكتملهم سيتكون الانتر اتريال سيبتم بالديفرنت كومبوننتس بتاعته. من خلال هذا الدياجرام البسيط اللي بيمثل كروس سيكشنز اكروس ذا اتريو فينتريكولار كانال. الاترو فينتريكولار كانال دي كانت عبارة عن ايه؟ دي كانت الباسج اللي كان موصل البريميتيف فينتريكل من تحت بالبريميتيف اتريوم من فوق. في الاول كان البريميتيف اتريوم تحت والفينتريكل فوق، لكن بعد ما حصل الفولدنج اوف ذا كاردياك لوب نزل البريميتيف فينتريكل نزل تحت وطلع البريميتيف اتريوم فوق. الكنال اللي بينهم، الباسج اللي بينهم ده اسمه اتريو فينتريكولار كانال اللي هو الكومن اتريو فينتريكولار كانال. في تشينجز هتحصل هنا، هذه التشينجز ساهمت في تكوين التو اتريا. ازاي؟ طب تعالوا نفك طلاسم الرسمه ديت. ده كروس سيكشن في الكنال، ده الاندوكارديوم، خط الاسمر ده الاندوكارديوم. الانسجه اللي تحت الاندوكارديوم ديت زي ما احنا اتفقنا قبل كده دي كانت كولكشن او اجريجيشن اوف ميزينكايمال سيلز، السيلز البريمورديال سيلز اللي هتكون الحاجز بين الاتريا والفنتركل. هذه الميزينكايمال سيلز بعد ما حصل لها ديفرانشيشن من الميزوديرم بدأت تدخل في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة البروليفريشن اللي اتكلمنا عليها، مرحلة التكاثر. الأول التميز بعد كده التكاثر. بدأت تتكاثر خلايا السب اندوكارديال ميزينكايمال سيلز، بدأ يحصل لها بروليفريشن، تتكاثر الخلايا، كترت بدل ما عاملة صفين بساط كده، شايفين كبرت وعملت كام صف؟ أي هذا التضخم، هذا البروليفريشن، هذا التكاثر في عدد خلايا السب اندوكارديال ميزينكايم ادى الى ظهور تو ماسز. الخلايا اتجمعت مع بعض وعملت تو ماسز، ماس قعدت في الدورسم وماس قعدت في الفنترال اسبيكت. اللي قعدت في الدورسال اسبيكت اوف ذا اتريو فينتريكولار كانال، دي الاتريو فينتريكولار كانال ايه؟ سموها سب اندوكارديال كوشن او كاشن.
بس قاعدة في الباك، فسموها دورسال اندوكارديال كاشن. الماس الثانية اللي قعدت في الانتيريور او في الفنترال اسبيكت اوف ذا اترو فنتريكولار كانال، اللي ظهرت نتيجة تجمع الخلايا المتكاثرة من السب اندوكارديال ميزينكايم، هذه الماس الثانية اسمها فنترال اندوكارديال كاشن. يبقى ظهور تو كاشنز، واحد على الدورسال اسبيكت اوف ذا كانال اوف ذا اتريو فنتريكولار كانال، واحد على الفنترال اسبيكت اوف ذا اتريو فنتريكولار كانال. بالجروس اوف ذا تو كاشنز هيحصل لهم جروس، هيحصل لهم جروس وابروكسيميشن تو ايتش اذر من ناحيه الدورسال اسبيكت ومن ناحيه الفنترال اسبيكت. بدأت الكشن الدورسال تتجه فنترال، وبدأت الفنترال تتجه دورسال، لحد ما عصرت الاتريو فنتريكولار كانال وقسمتها الى تو هافس، رايت هاف وليفت هاف. الرايت هاف اللي هيفصل الرايت سايد of the primitive atrium عن الليفت سايد، عن الرايت سايد اوف ذا primitive فنتريكل، والليفت هاف اوف ذا كانال اللي هيفصل الليفت سايد اوف ذا primitive atrium عن الليفت سايد اوف ذا primitive فنتريكل. في نفس الوقت كان كلوز تو the atrial and ventricular wall هيتكون تو كاشنز تانيين اسمهم lateral كاشنز، واحد رايت واحد ليفت، قاعدين على الايدجز اوف ذا ايه اوف ذا اترو فنتريكولار كانال. يبقى انا كده عندي اربع كاشنز، واحد دورسال واحد فنترال واحد رايت واحد ليفت، وكده عندي الاترو فنتريكولار كانال واحده اتقسمت الى تو هافز، رايت اترو فنتريكولار كانال وليفت اترو فنتريكولار كانال. طيب لما حصل ابروتش للدورسال اندوكارديال كاشن مع الفنترال اتصلوا مع بعض وعملوا كاشن واحد، هذا الكاشن الواحد اصبح اسمه اتريو فنتريكولار كاشن، له سطحين اتنين، سطح من فوق اسمه سوبيريور سيرفيس وسطح من تحت اسمه انفيريور سيرفيس. السطح اللي فوق هيكون في مواجهة الاتريوم ويسموه سوبيريور اندوكارديال كاشن، والسطح اللي تحت في مواجهة الفنتركل ويسموه انفيريور اندوكارديال كاشن. ده الجزء الاول. اذا تكون حاجز بارتيشن بين هذا البارتيشن، تكون بين البريميتيف اتريوم والبريميتيف فنتركل، اصبح بدل ما كانوا متوصلين مع بعض بكنال واحدة هيتوصلوا مع بعض بتو كانالز، وأصبح في حاجز يفصل بينهم اللي هو الاتريو فنتريكولار كاشن. الأول كان نصين، نص دورسال ونص فنترال، أصبحهم على اتصال مع بعض وأصبح كاشن واحد، إلا إن في كاشن تاني قاعد على الإيدجز بتاعة الإيفي كانال اللي هو الرايت والليفت سب اندوكارديال كاشن. طيب ده الجزء الأول من تكوين الانتر اتريال سيبتم اللي هو الاتريو فنتريكولار كانال. طب الجزء الثاني اللي هو السيبتم بريمم. السيبتم بريمم الحاجز الاولي او الجزء الاول من الانتر اتريال سيبتم. الرسمه دي كل ده على بعضه كده اسمه البريميتيف اتريوم، وكل ده على بعضه اسمه البريميتيف فنتركل، وده السب اندوكارديال كاشن او اللي هو كان له نصين، نص من تحت في مواجهه الفنتركل اللي هو الانفير اندوكارديال كاشن، ونص من فوق في مواجهه الاتريوم اللي انا مش كاتبه البيان بتاعه اللي هو السوبيريور اندوكارديال كاشن، والتو كاشنز التانيين اللي هو التو لاترال كاشن، واحد رايت واحد ليفت، اللي قاعدين على الايدجز اللي على المارجنز اوف ذا اترو فنتريكولار كانال، وادي الاترو فنتريكولار كانال اللي اتقسمت لنصين اتنين، نص على الرايت سايد يفصل الفيوتشر رايت اتريوم من الفيوتشر رايت فنتريكل، ونص على الليفت سايد
اللي هيفصل الفيوتشر ليفت اتريوم عن الفيوتشر ليفت فنتركل، لان لسه الجزء الثاني من الانتر اتريال سبتم اللي هو السبتم بريما ما اتكونش. احنا خدنا الجزء الاول اللي هو الجزء الافقي اللي هو الاتريو فنتريكولار كانال وتكون الاتريو فنتريكولار كاشن. الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده اللي هو السبتم بريمم. مين هو السبتم بريمم؟ ده عبارة عن سيكل شيبد لايك فولد، فولد شكله شكل المنجل، منجل فله ابر ايدج ولور ايدج وله انتيريور هورن ومن ورا بوستيريور هورن. هيظهر هذا السبتم بريمم منين؟ هيظهر من الروف اوف ذا كومن اتريال تشامبر، دي الكومن اتريال تشامبر، هيظهر من الروف بالقرب من الميدل لاين، وبعد كده ينزل داون ووردز. انا مش عايز اقول كلمه داون ووردز، ما عندناش في الاجنه حاجه اسمها داون ووردز، انا عندي كودالي وعندي كرينيالي. فهينزل كودالي في الدايركشن اوف ذا اي في اتريوفنتريكولار اندوكارديال كاشن، هيظهر في يمشي في اتجاه الافي كانال المسدوده في النص بالاتريوفنتريكولار كاشن. هيفضل ينمو وينزل لحد تحت، بس النمو بتاعه كان غير كامل، هيترك اللور بارت بتاعه في صوره فتحه اسمها اوستيام بريمم او فورامين بريمم. طب الفتحه ديت هتجعل الرايت سايد اوف ذا بريميتيف اتريوم ان كونكشن مع الليفت سايد، فيحاول ينزل يسد الفتحه ديت فيحصل مور ديسند. لما يحصل مور ديسند اوف ذا سبتم بريمم هيفقد الكونكشن بتاعه مع الروف، هيحصل بريك داون للابر بارت، فيتكون فورامن اخر يسموه اوستيام سيكندم. مش باينه في الرسمه ديت، انا هعملها في الرسمه اللي جايه رسوم متحركه احسن شويه. فده السبتم بريمم اللي شكله سيكل شيبد له تو بوردرز او تو ايدجز، ابر ايدج ولور ايدج، ولو تو هورنز انتيرور او فنترال هورن وبوستيرور او دورسال هورن، هينمو في اتجاه الايفي كاشن الا انه يترك فورامن اسمه فورامن بريمم او اوستيام بريمم. لما يحصل مور ديسن في اتجاه الكودل يحاول يسد الفتحه ديت، هيمزق الكونكشن بتاعه مع الروف اوف ذا اتريوم، فتظهر فتحه ثانيه اسمها سبتم، اسمها فورامين سيكندم. طب عايزين نشوف المنظر ده في صوره دياجرام متحرك، تعال نشوف الدياجرام ده كده. ده الكومن اتريوم او الكومن اتريال تشامبر، وده الكومن فنتريكولار تشامبر. ادي الاي في كانال، الاترو فنتريكولار كانال. الاترو فنتريكولار كانال هيتكون فيها الاترو فنتريكولار كاشن بالكافيه اللي احنا حكينا عليها من شويه. ادي الاترو فنتريكولار كاشن اللي هو السب اندوكارديال اتريو فنتريكولار كاشن، اللي هيقفل الكنال جزئيا ويترك في عندي ليفت اتريو ليفت سايد والليفت سايد ما زالوا مفتوحين مع بعض ويؤدوا الى الكوميونيكيشن بتوين ذا رايت اتريوم والرايت فنتريكل والليفت اتريوم والليفت فنتريكل. طب انا عايز هنا بقى ايه؟ ده الجزء الاول من انتر اتريال سبتم. الجزء الثاني اللي هو السبتم بريمم هيتكون ازاي؟ اهو ادي السبتم بريمم، هيظهر من الروف وينزل كودالي في اتجاه الاتريو فنتريكولار كاشن، لكن مش هيصل لمستوى في الاول، مش هيصل لمستوى الكاشن، هيترك فتحه. هذه الفتحه تعرف باسم فورامين بريمم او اوستيام بريمم. الله، هنا ما زال في كونكشن، لازم نقفل الكونكشن ده. فيحاول ينزل مره ثانيه، هيحصل ديسند للسبتم بريمم محاولا غلق الفتحه اللي هي الفورامين بريمم. فنتيجة السند بتاعه هيعمل بريك داون للجزء العلوي، فيفقد الكونكشن بتاعه مع الروف اوف ذا كومن اتريوم، مؤديا الى ظهور فتحة تانية يسموها فورامين سيكندم او اوستيام سيكندم. يبقى كده ما عملناش حاجة، هو في الاول كون فتحة من تحت اسمها فورامين بريمم او اوستيام بريمم، حاول يقفلها عمل تانية فتحة تانية من فوق اسمها فورامين سيكندم او اوستيام سيكندم. يبقى لسه في كوميونيكيشن بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، يبقى كده كاننا ما عملناش حاجه. فايه اللي هيحصل؟
لابد من غلق هذه الفتحة اللي هي الأوستيوم سيكاندم، الفورامين سيكاندم لابد من إغلاقه. هيغلق إزاي؟ لابد إن يظهر سبتم آخر، سبتم آخر يسد الفتحة اللي نشأت من الديسنت اوف ذا سبتم بريمم وهو في طريقه الى اغلاق الفورامين بريمم. طيب الفتحة الفورامين سيكاندم او الاوستيام سيكاندم، الاوستيام سيكاندم ديت كيف ستغلق؟ ستغلق بظهور سبتم اخر هيظهر على الرايت سايد، او يظهر تاليا لظهور السبتم بريمم، فاسمه سبتم سيكاندم. فالسبتم سيكاندم هو انذر سبتم هيظهر افتر ابيرنس اوف ذا سبتم بريمم. شكله ايه؟ نفس الشكل بتاع السبتم بريمم، سيكل شيبت وله تو ايدجز، ابر كونفكس ولور كريسنتك او لور كونكيف، وله تو هورنز فينترال ودورسال هورن. طب هيظهر ازاي؟ اهو هيظهر واضح هنا تو ذا رايت سايد، ده دلوقتي الاوستيام سيكاندم او الفورامين سيكاندم اهو، ده السبتم بريمم، ادي السبتم بريمم عندي الايه اللي هو بعد ما نزل قفل هنا الفورامين، ايه الفورامين او الاوستيام بريمم، بعد ما قفله ظهر الايه، ظهر الاوستيام او الفورامين سيكاندم. بعد ما ظهر الفورامين سيكاندم او الاوستيام سيكاندم كان لابد من اغلاقه، فهيظهر انذر سبتم اللي هو السبتم سيكاندم، هيظهر من نفس المكان من الروف اوف ذا كومن اتريال تشامبر، بس تو ذا رايت سايد اوف ذا سبتم بريمم، ولو تو ايدجز الابر كونفكس واللور كونكيف او كريسنتك، ولو تو هورنز فينترال ودورسال هورن. هيحاول ينزل يسد الفتحة دي، هو كل دوره انه يسد الفتحة اللي هي اسمها اوستيام او فورامين سيكاندم. فعشان كده هيفضل هيتكون وينزل كودالي في اتجاه الاترو فنتريكولار كوشن، بس مش هيكمل للاخر، لانه دوره بقى ما يكملش للاخر، انه لو كمل للاخر هيتقطع ويظهر فورامين تاني. يبقى احنا مش عايزين يظهر فورامين تاني، احنا بنرقع الفورامين ده، مش احنا، الله سبحانه وتعالى هو بيخلق بيسد هذا الفورامين. فالفورامين ده يتسد، فما فيش ضروره الى ان السبتم سكندم ينزل لتحت، فعشان كده مش هيكتمل نزوله لحد تحت. امال ايه؟ ده ينزل يدوبك يغطي الفورامين سكندم اللي هو الاوستيام سكندم، ويسيب مكانه من تحت فتحه، الفتحه ديت اسمها فورامين اوفال. الفورم الاوفال ديت هتسمح باتصال الرايت اتريوم بالليفت اتريوم، الاتصال ده بيكون من اسفل ويمشي من ورا السبتم سيكندم، ومن الفورم من سيكندم يعدي للليفت اتريوم. طيب عايزين نشوفها في رسمه تانية افضل شويه من خلال هذا الدياجرام، تعالوا نشوف مع بعض البروجريس اوف ذا سبتم سيكندم، البروجريس اوف فورميشن. ادي اولا الاتريو فينتريكولار كاشن اللي ظهر في الاتريو فينتريكولار كانال وسدها من منطقه النص، تاركا فتحتين اتنين على السايدز يسمحوا بالكوميونيكيشن بتوين ذا رايت سايد اللي هو رايت اتريوم والرايت فنتريكل، والليفت سايد الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. شوف السبتم بريمم هيكون ازاي، ادي السبتم بريمم تمام، وساب لي من تحت فتحه مين؟ ساب لي من تحت الفورامين بريمم اللي هو الاوستيام بريمم اهو، لكن في محاولا لسده هيحصل له ديسند، هيترك لي من فوق مين؟ الفورامين سيكاندم اللي هو الاوستيام سيكاندم، ادي العيب الموجود. فهيظهر السبتم سيكاندم هيظهر من الروف اوف ذا كومن اتريوم تو ذا رايت سايد اوف ذا سبتم بريمم محاولا اغلاق هذه الفتحه، فهيظهر اهو ادي السبتم سيكندم هيظهر ويحاول يسد الفتحه، وقلنا مفيش داعي ان يوصل لتحت، ليه؟ هو كل دوره انه يقفل لي الفتحه ديت. طيب بس يقفلها مش دلوقتي، احنا عايزينها تفضل شغاله طول ما هو ايه في يعني طول ما هو الهارت في داخل الجنين في داخل في مرحله الفيتال لايف، عايزين الفتحه دي موجوده. فعدم
نزول او عدم اكتمال الديسند اوف ذا سيبتم سيكاندم لحد الاترو فينتريكولار كاشن هيكون نتيجته ظهور فورامين. هنا اهو الفورامين ده يسموه فورامين اوفال، ادي الفورامين اوفال هيظهر عند الكودال اند اوف ذا سيبتم سيكاندم، بينه وبين مين؟ بينه وبين الاي في كاشن، الاترو فينتريكولار كاشن. بالشكل ده نقدر نقول ان الرايت اتريوم هيظل ان كوميونيكيشن عن طريق الفورامين اوفال، ثم السبيس اللي بين السبتم بريمم والسبتم سيكندم، ثم من خلال الفورامين سيكندم هيتصل مع مين؟ مع الليفت اتريوم. احنا عايزين هذا الاتصال يكون موجود في مرحله الانترا يوتراين لايف، لكن بعد كده بعد الولاده هذا الاتصال هينسد. هينسد ازاي؟ تعالوا نشوف مرحله ما بعد الولاده. مرحلة ما بعد الولادة ايه اللي هيحصل فيها؟ نرسم الرسمة بتاعتنا تاني كده. ادي الاتريو فينتريكولار كاشن وادي الانتر اتريال سيبتم. الانتر اتريال سيبتم ادي السيبتم بريمم بتاعه اهوت اهو، وادي السيبتم سيكندم. ده ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان السيبتم سيكندم قرب من السيبتم بريمم والتحم معاه. فيوجن بتوين the septum secundum and the septum primum to close الفتحة اللي كانت هنا اللي كان اسمها ostium secundum قفلها، وفي نفس الوقت أثار الفتحة اللي نشأت من عدم descent of the septum secundum لأسفل، هتظهر في صورة depression. أرض الدبريشن ده هيسموه fossa ovalis، بس الفصة ovalis الأرضية بتاعتها أرضيتها هي تكون مين؟ أرضيتها هي السبتم اللي نزل لتحت. مين السبتم اللي نزل لتحت؟ السبتم اللي نزل لتحت هو السبتم بريمم. إذن أرضية الفلور أوف ذا فوسا أوفاليز إز فورمد باي ذا سبتم بريمم، إنما المارجنز بتاعتها من قدام ومن ورا المرج ومن فوق، المارجنز بتاعتها هي المارجنز أوف ذا سبتم سيكندم اللي هتصبح بعد ذلك الانيولاس اوفاليس. ودي كانت الكومبوننتس اوف ذا انتر اتريال سيبتم. بالشكل ده اتكون او انفصل الكومن اتريال تشامبر الى تو هافز، رايت اتريوم وليفت اتريوم، من ثلاثه كومبوننتس: الاتريو فينتريكولار كانال اللي ظهر فيها الاتريو فينتريكولار كاشن، والسيبتم بريمم والسبتم سيكندم، والتحمم مع بعض بهذا الشكل، والريمننس البقايا اللي تركت اثرها في صوره الفص اوفاليز والانيولس اوفاليز. كده هيكتمل، ادي الفص اوفاليز، كده هيكتمل نمو الانتر اتريال سبتم.